لأنه هذا واحد اتصل ما جا فيني وقال إنه بده يخطبني. شنو؟ بده يخطبني. أنت شو غديت عليه؟ قلت له أنا بحب حبيبي خلود. شو؟ خلودي وبس. أنت كأنك صرخت علي؟ أنا لا لا حبيبتي ما عليت صوتي، أنا خلودي حبيبي اللي اسمه كلامي بس. قوم اغسل الصحون. هوا يلا.